انا كنت لسه بقول لكم انه ايضا مجلس امناء القبائل والعائلات المصريه الحقيقه يعني على طول برضو لا يكف عن ارسال المساعدات وتجميعها وما الى ذلك. ومعنا على التليفون استاذه رحاب، الدكتوره رحاب الفخراني، عضو مجلس امناء القبائل والعائلات المصريه. اهلا بيك يا دكتور رحاب. أهلا بسيادتك يا فندم، وتحياتنا لحضرتك ولأسرة البرنامج والمشاهدين للبرنامج. دكتور رحاب، يعني بنفكر مع بعض على مسألة كيفية إرسال هذه المساعدات، وإزاي إحنا كمان ما بين كإعلام مصري نقدر نساعد وسائر المواطنين حتى ولو من خارج سيناء لو عايزين نساعد ونشارك معاكم. ألو، معاك يا دكتور رحاب. معاكي يا فندم، اتفضل تاني. معلش بقولك بس راح عايز بعد إذنك. افكر معاكي بصوت عالي، احنا كاعلام نقدر نساعد معاكم ازاي؟ كافه المواطنين المصريين ايضا يقدروا يساعدوا معاكم ازاي في تجميع وارسال المساعدات؟ تمام يا فندم. حضرتك طبعا يعني دور الاعلام قوي جدا في انه هو يعني يشجع منظمات المجتمع المدني ودعمه للمنظمات المجتمع المدني في دعم القوافل وحملات الاستغاثه لوصولها للفئات المستهدفه في قطاع غزه، من خلال ان اظهار الدور المصري في دعم الاشقاء في غزه اللي اتعرضوا يعني لقص لا انساني من قبل سلطات الاحتلال، والذي يعتبر خرق كبير لكل القوانين والاتفاقات الدوليه، واللي من يعني بدانا بدورنا من اجل الانسانيه انقاذ ارواح العديد من المدنيين تحت شعار مبادره وطن واحد بتجهيز القافله استغاثه كمساعد بكميات ضخمه من المساعدات الانسانيه بالتعاون مع منظمات مدنيه زي بنك الكساء ومنظمات دوليه زي اليونيسيف ومنظمه الصحه العالميه وبرنامج الغذاء العالمي اللي حبوا يشاركوا معانا، وده نتيجه التوجه الاعلامي الكبير وابراز كم الضحايا اللي بتتعرض ليها المواطنين المدنيين في القطاع في غزة، وده كان ليه أثر كبير وانعكاس بتوفير كميات كبيرة من مواد غذائية من أكثر من 1000 طن، وتوفير كميات من الملابس حوالي تقدر ب20,000 طن، 20,000 قطعة ملابس و20,000 قطعة بطانية والحاف، وتوفير الأدوية من كافة المستلزمات والمضادات الحيوية والمسكنات لدعم القطاع الصحي في غزة. صحيح، أنا مشكورة اللي جدا. بتعاني حاليا دلوقتي من تدهور كبير جدا، وبنلاحظ ان خروج العديد من المستشفيات من المنظومة بسبب نقص الامكانيات، وبالتالي الاحتياج عمال بيتزايد وبالذات في المهمات الطبية والصحية، وبيتعدد كمان الاحتياج كل فترة والاولويات بتتعدد كل فترة. يعني حاليا دلوقتي مثلا تلاحظ ان في دلوقتي احتياج للمياه طبعا بسبب توقف محطات التحلية بسبب نقص الوقود، فبدأنا نوفر كميات مياه نوجه ناحية توجيه المياه. مثلا دلوقتي مفيش أساليب أو أدوات للطهي، فبدأنا نوفر البسكوت عالي الطاقة، وده تم التعاون من خلال برنامج الغذاء العالمي ساعدت معانا بتوفير 20 طن. فكل الفترة بتتغير الاحتياجات بناء على الظروف الحالية، وعشان كده احنا كل شوية يعني محتاجين نظهر الاحتياجات ديت علشان نقدر نوفرها لدعم الأشقاء. صحيح، أنا بشكرك جدا دكتورة رحاب الفخراني، عضو مجلس أمناء القبائل والعائلات المصرية.